في انتظار المزيد عما حدث، لسان حال أقارب 161 راكبا على متن الطائرة التي اختفت أثناء رحلتها من إندونيسيا إلى سنغافورة. شركة إير إيجا وهي الشركة الماليزية المالكة للطائرة قالت إن قائدها طلب تغيير خطة رحلته بسبب سوء الأحوال الجوية، وبعدها انقطع الاتصال مع الطائرة وهي من طراز بوينغ. الشركة لم تضف المزيد، لكن مسؤولاً بوزارة النقل الإندونيسية قال الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 32 ألف قدم وطلبت الطيران على ارتفاع 38 ألف قدم لتفادي السحب، وهو ما يعزز احتمال سقوط الطائرة جراء سوء الأحوال الجوية، خاصة وأن إندونيسيا هذا الأرخبيل الذي يتكون من 17 ألف جزيرة تعد الأسوأ في آسيا في مجال سلامة الطيران، وخاصة وأن المنطقة تشهد بالفعل فيضانات عارمة في بعض مناطقها. التلفزيون الإندونيسي قال إن من بين ركاب الطائرة 3 كوريين جنوبيين وواحد من كل من سنغافورة وبريطانيا وماليزيا، وهو ما أكدته دول ينتمي إليها ركاب الطائرة. للأسف وفق ما سمعنا من إندونيسيا يوجد 3 أشخاص من كوريا الجنوبية ضمن ركاب الطائرة، نراقب الموقف عن قرب. عروض المساعدة أيضا جاءت من أستراليا التي أكدت أنه لا يوجد أحد من مواطنيها ضمن الركاب. ستنظر أستراليا في أي طلب للمساعدة قدر المستطاع. عرضنا المساعدة بالفعل على الحكومة الإندونيسية وننتظر الرد. وتبقى 2014 سنة سوداء للطيران الماليزي الذي خسر بالفعل طائرتين تابعتين لشركة طيران ماليزية أخرى هذا العام. هذه المرة الخسارة أكبر، شركة إير إيجا هي أكبر شركة طيران منخفضة التكاليف في آسيا وتعمل في 6 دول وتغطي 25 بلداً. وحتى تتكشف معلومات أكثر سيبقى قلق الأهل والأقارب مستمراً والجدل قائماً حول ما حدث. مصطفى المنشاوي، بي بي سي.